فيلمنا بيبدأ في النرويج سنة 1942 أيام الحرب العالمية الثانية، وده العالم شميت، وبيكون ساعتها شغال في منظمة اسمها هايدرا، وبنشوفه هو بيهجم على مكان أثري قديم، وساعتها بيكون عارف إن في مكعب طاقة كبير في المكان، وإن المكعب ده كنز من كنوز الإله أودن، وساعتها حارس المكان بيحاول إنه يضحك عليه بمكعب مزيف، ولكنه بيكتشف ده، وبالصدفة وهو بيدور بيلاقي المكعب الحقيقي، ولكن حارس المكان بيحذره إن القوة اللي في إيده مش هيقدر يسيطر عليها وممكن تموته، ولكن شميت ما بيهتمش بكلامه وبيطلع مسدسه وبيقتل الحارس. وبنروح بعد كده لأمريكا وبنشوف معانا شاب اسمه ستيف، وبنشوفه هو بيحاول يتطوع في الجيش الأمريكي عشان يحارب مع بلده ضد ألمانيا، ولكن ستيف بيكون ضعيف جدا وتعبان وعنده مرض اسمه الربو، فما بيتقبلش في الجيش وبيحزن جدا لأنه كان نفسه ياخد الفرصة دي ويدافع عن بلده مع الجيش. وبعد كده بيكون ستيف في السينما وبيتعرض فيلم كرتون، بس قبل الفيلم بيكون بيتعرض إعلان بسيط عن اللي بيحصل في البلد وعن الحرب، والناس كلها بتكون قاعدة متأثرة، ولكن بيبقى فيه شخص مش عاجبه الاعلان وساعتها بيقل ادبه وبيعلي صوته، فستيف بيتضايق منه، ولما بيطلعوا من السينما بيبتدي الشخص ده يتخانق مع ستيف ويضربه لحد ما بيجي صاحبه جيمس وبيدافع عنه، وساعتها بيقول له انه بقى رقيب في الفوج القتالي رقم 107 وانه هيسافر تاني يوم لانجلترا عشان يحارب، بس ساعتها ستيف بيزعل لانه كان نفسه يبقى معاه ويحارب معاهم. واثناء ما بيحتفلوا بيتكلم ستيف مع جيمس وبيقول له انه هيعمل اختبارات تاني عشان يتطوع في الجيش، بس المره دي ببيانات مختلفه، وانه لازم يحارب لانه مش هيقدر يكون عارف ان في ناس بتموت في البلد وهو مش قادر يساعدهم، وبيودعوا جيمس وبيمشي، وساعتها بيكون سمعهم الدكتور ابراهام، واثناء ما بيكون في الكشف الطبي بيدخل عليه دكتور ابراهام وبيعرفه بنفسه، فبيعرفه جيمس انه عمل 5 اختبارات بخمس بيانات مختلفه عشان يتطوع في الجيش، فساعتها دكتور ابراهام بيكون مبسوط بمحاولاته وبيحس بشجاعه في كلامه، فبيوافق انه يعدي من الاختبار بنجاح وبيقبله في الجيش. وساعتها بنشوف العالم شميت وبيكون مع دكتور اسمه زولا، وبيكونوا بيحاولوا يعملوا سلاح بمكعب الطاقة اللي شميت لقاه، وساعتها بيعرفوا ان السلاح ده مش بس هيغير مسار الحرب، ده هيغير مسار العالم كله. وفعلا بينضم ستيف للجيش وبتجيلهم العميلة كارتر وبتعرفهم بنفسها وبتقول لهم انها المسؤولة عن كل عمليات القسم ده، وساعتها بيبقى فيه جندي بيضايقها فبيبان عليها انها قوية وبتضربه، وبيجي العقيد فيليبس وبيعرفهم بنفسه، وبعد كده بيبدأوا في التدريبات، ولكن ستيف بيكون ضعيف جدا وما بيقدرش يجري ولا ينجح في اي تدريب. وفي يوم وهم بيتدربوا بعد جري كتير جدا بيطلب منهم القائد وبيقول لهم ان اللي هيقدر يجيب العالم من فوق انه مش هيكمل بقيه الطريق ماشي وهيقدر انه يركب العربيه ويروح للمعسكر بيها، فبسرعه بيحاول الجنود كلهم انهم يتسابقوا ويطلعوا على العمود عشان يجيبوا العالم، ولكن كلهم بيقعوا ومحدش فيهم بيقدر، فبيجي ستيف وبيقدر انه يجيب العالم بذكائه بعد ما بيشد المسمار، فالعمود بينزل وبيقدر انه يجيب العالم، فساعتها بيعجبوا بيه جدا وبذكائه وبيقدر ساعتها انه يركب العربيه. وفي يوم بيتكلم العقيد فيليبس مع دكتور ابراهام وبيقول له انه ما ينفعش ستيف يحارب معاهم وانه ضعيف وعنده الرب، لكن دكتور ابراهام بيقول له انه بيدور على مميزات غير القوه وان ستيف انسب واحد للحرب، فساعتها فيليبس بيقول له انه مش هيكسب في الحرب دي الا الشجعان، وفجاه بيرمي عليهم قنبله فكلهم بيخافوا وبيجروا الا ستيف، بيجري عليها وبيضحي بنفسه وبيرمي جسمه عليها عشان محدش يموت، لكن ساعتها القنبله بتكون مزيفه وبيبان شجاعه ستيف، فبيتاكد دكتور ابراهام من اختياره الصح لستيف. وبعديها بيقعد دكتور ابراهام مع ستيف وبيبتدي يحكي له عن العالم شميت وان العالم ده مهووس بالقوه السحريه، وان لما شميت عرف ان دكتور ابراهام بيعمل مصل بيخلي الانسان اقوى خده منه وحقن نفسه بيه، بس المصل ما كانش لسه جاهز وده ادى لاثار جانبيه خطيره. وبيكمل دكتور ابراهام كلامه وبيقول له ان المصل ده بيخلي كل صفات الانسان تبقى اقوى، وان الخير لو فيه بيبقى اعظم، وان الانسان ده لو سيء بيبقى اسوا واسوا، وبيعرفه ان تاني يوم هيعمل له العمليه وهيجرب عليه المصل، وبيبتدي يخليه يوعده انه هيفضل زي ما هو راجل طيب ومش هيستخدم قوته في الشر. وساعتها شميت بيكون خايف جدا من اللي بيعمله دكتور ابراهام، وبيكون عارف ان المصل اللي بيشتغل عليه هو الحاجة الوحيدة اللي تقدر تنافس قوته، وان لو قدر ياخد منه المصل مش هيقدروا ينافسوه وهينجح شميت في الحرب. وبعديها العميلة كارتر بتاخد ستيف وبتوديه المكان السري اللي هتتم فيه العملية، وبعد ما بيوصلوا بينيموا ستيف وبيحضروا للعملية، وبيكون كل قيادات الجيش موجودة عشان يشوفوا نتيجة المصل، وبعد ما بيحقنوه بالمصل وبيعرضوه لإشاعة بيتا بيقعد ساعتها يصرخ، فبتكون العميلة كارتر خايفة عليه جدا وبتقول لهم يوقفوا العملية، لكن ستيف بيقول لهم يكملوا وما يوقفوش العملية وانه هيقدر يكمل. وبتخلص العملية وبيطلع ستيف وبيتفاجئوا لما بيلاقوه بقى أطول وجسمه بقى أقوى، وبيكونوا فرحانين جدا بنتيجة المصل وإن العملية نجحت، ولكن ساعتها بيهجم عليهم جاسوس تبع شميت وبيقدر ساعتها إنه يسرق المصل ويضرب نار على دكتور إبراهام، فبيروح لستيف لكن للأسف بيلاقيه مات فبيحزن عليه جدا. وبتكون ساعتها العميلة كارتر بتهاجم الجاسوس وبيكون هيموتها بعربيته، لكن بيجي ستيف وبينقذها على آخر لحظة وبيجري وراه بسرعة ستيف وبيبقى سريع جدا، فبيقدر إنه يوصل للعربية وبيطلع فوقها
وبتتقلب العربية، فساعتها بيطلع منها الجاسوس وبيضرب نار على ستيف، لكن بيقدر ستيف ياخد باب العربية كدرع، وساعتها بيجري وراه لكن بيهدده بولد صغير انه هيأذيه ويرميه في البحر. بس لحسن الحظ الولد بيكون بيقدر يعوم، فبيركب العميل الغواصة وبيحاول بسرعة انه يهرب، لكن بينزل وراه ستيف وبيقدر انه يكسر الغواصة وبيطلعه بره. ولما بيطلعه بيقول له العميل ان في ناس كتيرة من قسم هايدرا هتيجي وراه وتعمل اللي هو ما قدرش يعمله، وساعتها بيبلع حباية وبيموت بيها نفسه. وبعد كده بيروح قيادات من الجيش الالماني للعالم شميت عشان يشوف السلاح اللي عمله اللي هيساعد الجيش الالماني انهم يكسبوا الحرب، فبيقول لهم انه ممكن يقضي على اي مدينه في خلال ساعات. وبيلاحظ واحد من القيادات ان دوله برلين موجوده على الخريطه، فساعتها بيقرروا يعاقبوه وبيقولوا عليه مجنون، فبيتقلب عليهم وبيجرب عليهم السلاح وبيموتهم في ثانيه، فبيبان ان فعلا السلاح خطير جدا وبيقدر يمحي اي انسان من على الارض. وبعد كده بنعرف انهم ابتدوا يعملوا اعلانات وعروض ولبس ودرع مخصوص ليه، وابتدوا يسموه كابتن امريكا، وان الناس بتيجي تتفرج عليه، وفلوس التذاكر بيجيبوا بيها رصاص للجيش، ولكن الجنود بتستهزأ بيه وبيسموه راقص في المسرح. فبيزعل ساعتها ستيف، ولما بيروح يتكلم مع العميلة كارتر ما بيكونش عارف هو دوره ايه، وبيقول لها انه كان نفسه طول حياته يبقى في الصفوف الاولى بيدافع عن بلده. وبيعرف ساعتها ان الجنود اللي راحت تحارب شميت رجع منهم 50 بس والباقي ماتوا، وبيعرف انهم اثروا جزء منهم، وان الجنود دول من الفوج القتالي رقم 107 اللي فيه صاحبه جيمس. فبيروح بسرعه يسأل على جيمس هل مات ولا هو اتأثر، فبيقولوا له انه اتاخد اسير. وبعد كده بيروح ستيف للقائد فيليبس وبيقول له انه عايز يروح معاهم للحرب، ولكن ساعتها القائد فيليبس بيرفض وبيقول له انه يخليه في المسرح بتاعه وانه مش هيقدر يحارب. فبيتضايق ساعتها ستيف من اللي قاله وبيقرر انه يروح لوحده، فبيعرف ان خطه انقاذ صاحبه جيمس هتاخد وقت، فبيقرر انه يروح عشان ينقذه. وبتروح معاه العميله كارتر وبتساعده وبتوصله بطياره، وبيوصل ستيف للمكان اللي بيصنعوا فيه الاسلحه وبيكون فيه الاسره، وبيلاحظ كابتن امريكا عربيات داخله للمكان، فبيقدر انه يركب عربيه منهم وبينجح في الدخول للمكان ويضرب كل الحراس. وساعتها بيقدر يوصل للمكان اللي فيه الاسره وبيقدر يفتح لهم وبيحررهم، لكن ما بيلاقيش صاحبه جيمس في وسطهم، فبيعرف منهم انه في الناح معزول في المصنع وبيبتدي يروح له عشان ينقذه. وبيطلع الاسره ساعتها وبيبداوا يضربوا في جنود الالمان وبيقدروا يوصلوا للسلاح بتاعهم ويضربوهم بيه. وبيشوف شميت في الكاميرات كابتن امريكا وهو بيضرب كل اللي في المصنع، فبيخاف من قوته وبيفعل القنابل اللي موجوده في المكان، وبيبداوا يلموا حاجاتهم قبل ما القنابل تنفجر ويمشوا. وبيقدر شميت ان ياخد مكعب الطاقه بسرعه عشان يهرب، وساعتها بيقدر كابتن امريكا انه يوصل لصاحب جيمس وينقذه، بس القنابل في الوقت ده بتضرب في المكان كله. وبيتقابل ساعتها شميت مع كابتن امريكا وبيهاجموا بعض، وبنشوف ان شميت عنده قوه كبيره جدا، وبنشوف ان المصل اللي كان واخده غير له شكله وبوظ له ملامح وشه. وبيطلع شميت ودكتور زولا على سطح المبنى عشان يهرب، وبيركب شميت الطياره، وساعتها بيهرب زولا عن طريق العربيه. وبينهار المكان كله على جيمس وكابتن امريكا، وبنلاقي القائد فيليبس وهو بيكتب جواب للقيادات وبيبلغهم فيها عن اختفاء كابتن امريكا، وبيكونوا معتقدين انه مات، ولكن بيتفاجئوا ان كابتن امريكا رجع وهو والجنود الاسره، وبيكونوا كلهم فخورين وفرحانين بيه. وساعتها بيكرموا الرئيس وبيبتدوا يقدموا له ميداليات لشجاعته، وبيكون ساعتها كابتن امريكا مجتمع بيهم وبيقول لهم انه شاف خريطه عند شميت وعارف الاماكن اللي هيبتدي يدمرها. وساعتها بيعرفهم العقيد فيليبس انه عايز يدمر قسم هايدرا بالكامل، وفعلا بيروح كابتن امريكا يجمع جنود الجيش عشان يروحوا معاه. وساعتها بيكون في واحد اسمه ستارك بيصمم لكابتن امريكا بدله خاصه ودرع قوي عشان يحميه، وبيكون الدرع ده مصنوع من الفايبرينيوم وقوي جدا. وبعديها بيقدر كابتن امريكا مع الجنود ان يهجم على قاعده هايدرا الرئيسيه ويدمرها، وبيبتدي يستهدف كل الاماكن اللي تبع شميت ويدمرها. فبيتجنن شميت وبيقول لدكتور زولا ازاي مش عارفين يوقفوا واحد بدرع. وبعديها بيكون دكتور زولا مسافر في القطر، فبيهجم عليه كابتن امريكا وجيمس، ولكنهم بيحاصروهم وبيحاولوا يقتلوهم، بس بيقدروا يدافعوا عن نفسهم، ولكن لسوء الحظ بيضربوهم ضربه قويه، فبيقع جيمس بره القطر، وبيحاول كابتن امريكا انه يمسكه وينقذه بس ما بينجحش، وساعتها بيقع جيمس وبيموت، فبيحزن جدا عليه كابتن امريكا. وبعدها بيقبضوا على دكتور زولا وبيقدروا يقنعوه ويقول لهم على خطه شميت، وبيعرفوه انه هيقتله سواء قال لهم او ما قال لهمش، عشان شميت هيكون متاكد انه قال لهم على خطته. وساعتها دكتور زولا بيعرفهم على خطه شميت وان غرضه انه يستولى على العالم كله. وفعلا بنشوف شميت وهو بيجهز جيشه بالاسلحه اللي معاه عشان يغزو الارض كلها، وبنشوف كابتن امريكا وهو حزين على موت جيمس وبيقول انه لازم ياخد حق صاحبه، وانه مش هيتوقف غير لما يدمر كل اللي بيعمله شميت ويقتله. وبيجمع فيليبس الجنود وبيقول لهم ان شميت غرضه يموت العالم كله، وبيبتدي بامريكا وهيكون فيها خلال ساعه. فبيروح كابتن امريكا للقاعده اللي فيها شميت وبيهاجم جنوده، لكن بيقدروا يمسكوه وبيودوه لشميت، وبيكون خلاص شميت هيقتله، بس بيلاقي جنود امريكا بيقتحموا المكان، وساعتها بيبدا الضرب بين جنود امريكا وجنود شميت. فبيهرب بسرعه شميت وبيركب طيارته وبيتحرك بيها، لكن كابتن امريكا ما بيلحق
وحوش، بس بيلاقي فيليبس جايله بعربية فبيركب فيها وبيقدر ان يلحق الطيارة وينط يمسك فيها، وبيقدر ساعتها يدخل الطيارة. وبعد ضرب وقتال كتير بين كابتن امريكا وبنود شميت، بيقدر كابتن امريكا انه يقتلهم، وبيدخل ساعتها لشميت وبيحدف عليه الدرع، لكن الدرع بيجي في مكعب الطاقة، ولما بيحاول شميت انه يمسك المكعب الطاقة اللي فيه بتدمره وبيموت، وساعتها بيقع منه المكعب وبيقع من الطيارة، وبيكون كابتن امريكا مش عارف يتحكم في الطيارة وبتكون متجهة لنيويورك، وساعتها الطيارة بتكون هتموت ناس كتير، فبيضحي بنفسه وبيقرر ينزل بيها في المية، وبيتصل بالعميلة كارتر وبيودعها، وساعتها بتحاول تمنعه عن اللي هيعمله بس ما بيكونش في حل تاني، وبعديها بتقع بيه الطيارة فعلا في التلج وبيتقطع الاتصال بينهم، وبعدها بتخلص الحرب وبيقدروا يوصلوا لمكعب الطاقة، ولكنهم بيدوروا كتير على ستيف ولكنهم مش بيلاقوه. وبعد كده بنتفاجئ بكابتن امريكا وهو بيقوم من على السرير وما بيكونش عارف هو فين، فبتدخل له جندية وبتقول له انه في غرفة التعافي في نيويورك، ولكنه بيبقى مستغرب لما بيلاقي ماتش شغال في الراديو وان هو سمعه قبل كده، والمفروض ان الماتش ده اتذاع سنة 1941 وانهم دلوقتي في 1942، فبيفهم ان في حاجة غلط وبيطلع بسرعة وبيهرب من مكانه وبيضرب الحراس اللي فيه وبيحاولوا يوقفوه لكنهم ما بيقدروش، لحد ما بيطلع الشارع وبيلاقي ان كل حاجة متغيرة وبيبقى مستغرب جدا من اللي شايفه، لحد ما بيجي له واحد وبيقول له انهم كانوا هيصرحوه تدريجيا عشان ما يتصدمش، فبنعرف انه كان نايم لمدة 70 سنة في التلج، وبيزعل ستيف لانه كان ساعتها مدي ميعاد للعميرة كارتر وبكده الميعاد راح عليه. وبكده بيخلص فيلمنا، ولو عجبك الفيلم يا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك بالقناة وتابعنا على طول عشان بنلخص كل سلسلة مارفل، وما تنساش تشوف فيلمنا الجديد كل يوم الساعة 10.